من أمس النجمة الأمريكية تايلور سويفت وحفلاتها متصدرين المنصات وطبعاً محركات البحث على فيسبوك وإكس. اللي صاير أنه سويفت كان من المقرر أنه يكون عندها ثلاث حفلات في فيينا اليوم وبكرة وبعده ضمن جولتها الغنائية العالمية والمعروفة بإيراستور. هذه الجولة الغنائية اللي حقيقة تايلور سويفت مكسرة العالم فيها ولفت الولايات المتحدة ومختلف دول العالم وأنعشت اقتصادات مدن ودول ويعني وسولد أوت أصلاً في كل مكان الواحد يروحه. يعني حفلات تايلور سويفت في فيينا اللي كان من المتوقع أنه يحضرها 65 ألف شخص في الحفل كلها ألغيت، والسبب إعلان الشرطة النمساوية كشف مخطط لهجوم إرهابي كان من المقرر أنه ينفذه شاب نمساوي عمره 19 سنة منتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأوقفوا شابين ثانيين كمان مشتبه أنهم يكونوا على اتصال بالجهات والشاب نفسه. Ein 19-jähriger österreichischer Staatsbürger wurde heute in den Morgenstunden in Ternitz festgenommen. Eine weitere Festnahme in diesem Zusammenhang erfolgte heute in den Nachmittagsstunden in Wien. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand haben sich die Beschuldigten im Internet radikalisiert. Der 19-jährige niederösterreichische Staatsangehörige Staatsbürger hat Anfang Juli einen Treueschwur auf den aktuellen Anführer des IS geleistet. In der Folge haben die Beschuldigten konkrete Vorbereitungshandlungen zu einem terroristischen Anschlag getroffen. الشرطة مثل ما سمعتوا أعلنت إحباط المخطط الإرهابي وزيادة التأمينات لحفل تايلور سويفت، لكن الشركة المنظمة لهذه الحفلات في النمسا واسمها باراكودا ميوزيك قررت تلغي الحفلات، وأعلنت أنه سبب الإلغاء تهديد إرهابي وأنه كل اللي اشتروا تذاكر للحفلات حيتم تعويضهم. وأكيد طبعا بعد هذا الإعلان في كثير من المعجبين عبروا عن حزنهم من إلغاء الحفلات، وفي منهم كانوا رايحين فيينا مخصوص عشان هذه الحفلات، بس في نفس الوقت يعني كمان شكروهم أنه حافظوا على حياتهم. وشفنا كمان تجمع المعجبين وتبادلهم أساور الصداقة اللي عملوها وعلقوها على الشجرة تحضيرا لحفلات سويفت وجلسوا يغنوا في الشوارع. Welches willst du? Da gibt's auch noch was. Just please. A little bit long. المستشار النمساوي كارل نيهامر كمان علق على الموضوع واللي صار وقال إنه إلغاء الحفلات منع وقوع مأساة، وفي البوست نفسه على إكس قال كمان إنه التعاون بين الأجهزة الأمنية خلاهم يكتشفوا التهديد قبل وقوع المأساة. تايلور سويفت رسميا للآن ما صدر عنها أي تصريح، لكن مقرب منها كشف للإعلام إنها مصدومة وحزينة للغاية من أجل المعجبين، لكن تعهدت بالعودة إلى فيينا في أقرب وقت. كتار كمان مع هذه القصة جلسوا يتداولوا تصريحات قديمة لسويفت بتحكي عن مخاوفها من حدوث هجمات إرهابية على حفلاتها الموسيقية. هذا الكلام قالته في مقال نشرته مجلة العام 2019 بعد سنتين من التفجير في مانشستر أرينا بعد حفل أريانا جراندي، ووقتها كمان كان صار إطلاق نار في لاس فيغاس في 1 أكتوبر 2017 في مهرجان موسيقي. طيب عموما نحن وفي آخر التطورات، وكالة الاستخبارات النمساوية أعلنت اليوم أن الشاب اللي عمره 19 سنة اعترف أنه كان بيحضر لهجوم إرهابي باستخدام متفجرات والسلاح الأبيض في إحدى حفلات تايلور سويفت، وأنه كان ناوي الانتحار وقتل عدد كبير من الأشخاص، ونيته كانت تنفيذ الهجوم اليوم أو بكرة خلال الحفلة. ونشرت السلطات كمان صورة المشتبه به الرئيسي، والصورة صورها المشتبه فيه لنفسه عشان يعني السوشيال ميديا. احنا معنا من فيينا الصحفي مصطفى عبد الله، اهلا فيك معنا استاذ مصطفى. اذا ممكن تطلعنا اذا في تفاصيل جديدة عن اللي صاير.
اهلا بحضرتك استاذه ساره وانا من الساده المشاهدين الكرام. هو الحقيقه الحكومه النمساويه اعلنت العثور على مواد خاصه بداعش بمنزل مشتبه به ثاني في مخطط احبطته سلطات النمسا لمهاجمه حفلات تايلور سويفت. والعثور على مواد خاصه بداعش بمنزل مشتبه به ثاني في مخطط احبطته سلطات النمسا لمهاجمه حفلات تايلور سويفت والعثور على مواد خاصه ايضا داعش بمنزل مشتبه به ثاني في مخطط احبطته سلطات النمسا. عثرت سلطات النمسا على مواد لتنظيم دولة الإسلامية داعش والقاعدة في منزل مشتبه به الثاني في مؤامرة فاشلة للهجوم على حفلات تايلور سويفت اللي ألغيت حاليا. وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر في فيينا أنه لا يجري البحث عن أي مشتبه به آخرين بعد اعتقال الرجلين. وأضاف كارنر الوضع كان خطير والوضع خطير للغاية، لكن يمكن القول أيضا أنه تم منع حدوث المأساة. وقالت السلطات أن قوات الشرطة الخاصة اعتقلت المشتبه به الثاني وهو مواطن نمساوي يبلغ من العمر 17 عام من أصول تركية وكرواتية بالقرب من الملعب الذي كان من المفروض أن تنظم فيه الحفلات الغنائية هذا الأسبوع، وكان مواطن آخر يبلغ من العمر 19 عام قد اعتقل لم يتم نشر اسمه المشتبه بهما التزاما بقواعد الخصوصية في البلاد. زعم مسؤول أمن أن الشابين كانا يريدان تنفيذ هجوم خارج الملعب لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص باستخدام سكاكين أو متفجرات بدائية الصنع. وصرحوا خلال مؤتمر صحفي في فيينا أن المشتبه به الرئيسي البالغ من العمر 19 عام وله أصول من مقدونيا الشمالية قدم اعترافا كاملا بشأن خططه للهجوم، وأضافوا أنه متطرف بشكل واضح على نهج تنظيم الدولة، ويعتقد أنه من الصواب قتل الكفار. وقبل أيام حصل المشتبه به الثاني على فرصة عمل في شركة تقدم خدمات في الموقع أثناء الحفلات. وقال المحققون أن عثروا على كميات أنهم عثروا على كميات كبيرة من مواد متعلقة بتنظيمي داعش والقاعدة في منزله. وتسبب حفلات سويفت فندم. أيوة بقول لك أنه يعني نعم وصلت المعلومات، وشكرا لك على هذا الشرح المفصل. كان معنا من فيينا الصحفي مصطفى عبد الله، شكرا لك. روسيا وأوكرانيا صار لهم أكثر من سنتين بحالة حرب، وتحديدا من فبراير 2022، وهذه الحرب دخلت حتى في كثير مراحل. وأكيد خلال السنتين أوكرانيا كانت حاصلة على دعم مطلق من الغرب، ويعني حتى لو تأخروا عليهم مرات المهم أنه معاهم يعني. وطبعا التراشق الكلامي ما وقف بين روسيا وأوكرانيا من وقتها، ولكن يبدو أنه أوكرانيا دخلت عاد مرحلة جديدة فيكم تقولوا يعني مو منطقية يعني. فاللي صاير أنه المكسيك دعت بوتين لحضور حفل تنصيب الرئيسة كلوديا شينبوم، وقامت أوكرانيا طلبت من المكسيك اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا رح يحضر حفل التنصيب بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وهذا الكلام رسمي جاء في بيان للسفارة الأوكرانية في المكسيك اللي قالت أنهم واثقين أنه المكسيك حتعتقلوا وتسلموا إلى الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي. ما أدري ليه واثقين أنه بوتين راح يحضر الإفتاح أو من فين جايبين ثقة أنه المكسيك يعني حتنفذ طلبهم، بس أنه يعني عموما المكسيك هي إحدى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة الدولية اللي أسست المحكمة الجنائية الدولية، وبتنص على أنه من واجب كل دولة تسلم المسؤولين عن جرائم دولية ومدانين من قبل المحكمة وموجودين على أرضها. أهلا من جديد. نوفاك جوكوفيتش 37 سنة من كم يوم جاب الذهب في الأولمبياد، وحقيقة هذا اللي ينقال عنه يعني قفل اللعبة، حقق كل الألقاب، وعلى فكرة هو أكبر لاعب يلعب نهائي الأولمبياد في التاريخ.
الكوبي مخيان لوبيز مصارع عمره 41 سنة، قفل هو كمان لعبته وصار البطل الأولمبي الوحيد اللي بيحصد 5 ذهبيات في نفس الرياضة في 5 دورات أولمبية متتالية. يعني الرجال له 20 سنة بيلعب وبيجيب الأول. سيمون بايلز كمان بطلة الجمباز الأمريكية في أولمبياد باريس، للآن معها 3 ذهبيات وفضية حتى الآن، عمرها 27 سنة في رياضة معدل الأعمار فيها 20-21. هدول أمثلة بسيطة جدا يعني على رياضيين بيوصفوا بأنهم أساطير في مجالهم وسنهم كبير نسبيا بالنظر لرياضتهم. ممكن نزيد على هدول رونالدو صار عمره 39 سنة ولسه بيلعب وبيأدي وبينافس، يعني بينافس في وجود لاعبين معه أصغر بعضهم أصغر منه بـ20 سنة، إبراهيموفيتش، سيرينا ويليامز، نادال، ليبرون جيمس، غيرهم وغيرهم. هدول الرياضيين يعني بني أدمين خارقين انولدوا كده وقدروا يحققوا كل هذا، ولا هو فعلا إن العلم قدر يحول العمر لمجرد رقم؟ ممكن يعني أي أحد فينا مثلا يعمل زيهم. احنا معانا من لندن ينضم الينا دكتور ادم بطاينة، طبيب مختص بتفادي الشيخوخة. اهلا فيك معانا دكتور ادم. يعني اهلا فيكي. الواحد لما يشوف هذول الناس يعني شويه يشعر بالامل، بعدين يشعر بانه لا، صعب المنال هذا اللي هم بيسووه. فهل اللي هم بيسووه يعني ممكن ولا لا؟ لا طبعا ممكن. والفكره السؤال اللي لازم نسال حالنا اياه هو هذول اللاعبين يعني متفوقين في رياضتهم المخصصه، شو الرياضه اللي احنا لازم نكون متفوقين فيها؟ احنا كناس طبيعيين ما بنشارك في الاولمبيات، الرياضه الذهنيه تحتسب انا متفوقه فيها دي؟ انا اللي بقصده انه الرياضه اللي بدنا نتفوق فيها هي قدرتنا على الحياة بشكل عالي، نشاط بشكل بسعادة. أوكي. وإنه نقدر يعني نتصرف ونعمل الأشياء اللي منحب نعملها إلى عمر متقدم، فنقدر نتدرب على هاي النواحي المختلفة من الحياة الآن عشان إيش نحافظ على قدرتنا على القيام بهاي الأشياء في المستقبل بنفس الطريقة اللي يعني بيشتغلوا فيها هذول اللاعبين. إيه طيب، نحن كنا بنلاحظ زمان إنه يعني غالبا الناس مثلا في كثير من الرياضات اللي بتحتاج عمر صغير بيعتزلوا بدري، هذول الناس لا طولوا الموضوع. طيب هل في يعني أشياء علميا أو أشياء نحن وصلنا لها نقدر نعرفها اللي نقدر حتى نحن نستلهم من تجربتهم نحن الناس العاديين يعني شيء نسويه؟ من أهم الأشياء يمكن اللي بنقدر ناخدها هي اللياقة القلبية التنفسية. واحدة من القياسات المهمة للصحة هي لياقتنا القلبية التنفسية اللي ممكن نقيسها الآن، يعني العلم قادر إنه يقيس الآن وين اللياقة القلبية تبعنا. أوكي. وبنقدر نتوقع كيف راح تتغير هاي اللياقة القلبية في المستقبل، وبنقدر نتوقع كيف راح تنزل مع العمر لأنه هي يعني بشكل طبيعي راح تنزل مع العمر. بعدين بنقدر نعرف إيش وين لازم نكون اليوم عشان نتفادى تنزل لياقتنا القلبية إلى مستوى متدني مستقبلاً. فمثل ما يعني اللاعبين يقوموا بهاي الأشياء، الشخص الطبيعي ممكن يقوم بهاي الأشياء. أنا مع كل المراجعين الخاصين تبعوني بنعمل فحص اسمه الـ VO2 Max اللي هو فحص اللياقة القلبية التنفسية، هو عادة للرياضيين هذا الفحص، لكن أنا بشوف إن هذا الفحص مهم لكل الناس لا يعرفوا وين اللياقة القلبية تبعهم وين لازم يكون اليوم وكيف يحسنوها. أوكي طيب، بس سؤالي دحين دكتور آدم، الأمثلة اللي نحن نستعرضها من هدول الرياضيين، هدول ناس بدأوا من عمر صغير يعني بيشتغلوا على نفسهم، فيعني وصلوا لمرحلة أنه خلاص لما هم حتى كبروا صار عندهم عنصر الخبرة، عوامل أخرى أضيفت كمان لموضوع أنه أصلا هم شغالين على علاقاتهم من زمان. افتراضا الناس اللي هي يعني تأخروا في الاهتمام بموضوع اللياقة يعني وصحيوا الآن بيتفرجوا علينا الآن، هل في أمل؟ صحيح، يعني واحدة من أهم الأشياء اللي الرياضيين الحديثين بيعملوها اللي بتساعد في إطالة عمرهم الوظيفي في اللعبة هو البدء في التركيز على أشياء مثل المرونة وتفادي الإصابة في عمر مبكر. ليش؟ لأنه المرونة المفاصل
طبعا شغله مهمه جدا في جميع الرياضات، بتقل تبدا تقل في العشرينات، وهذا الانخفاض بتسارع في الثلاثينات وما بعد. فهي من الاشياء اللي يعني المرونه بس نتوقف دقيقه، المرونه من العشرينات بتخف؟ نعم تبلش تخف من العشرينات، خاصه اذا ما مرناها. فاللاعبين هذول بيبداوا بعمر بكير يزيدوا بنك اللياقه تبعهم من ناحيه مرونه، لياقه قلبيه، من ناحيه قوه، لانه هذا البنك راح يبلش ايش ينخفض مع العمر بشكل طبيعي. حلو. فبالنسبه للشخص العادي اللي يمكن اهمل حاله في بدايه الحياه، هذا الشيء مش مشكله، لانه بيقدر يبدا من الان انه يبدا يبني رصيده عن طريق التمرين. فهون بيجي دور الرياضه اللي بتركز على النواحي المختلفه المهمه للصحه. معظم الناس بيعتقدوا انه الرياضه هي فقط الجري مثلا او الرياضات القلبيه، او في ناس مثلا بيركزوا زياده عن اللزوم على حمل الاوزان والمقاومه، لكن احنا ك يعني ناس عاديين مهتمين بالصحة بشكل عام ما بدنا نكون متفوقين في واحد من المجالات الصحية اللياقية، بدنا نكون جيدين في جميع النواحي. ليه؟ لأنه كلها مهمة. فجميع النواحي اللي أنا عادة بركز عليها هي اللياقة القلبية التنفسية مثل ما حكينا، القوة والكتلة العضلية، والمرونة، وتفادي الإصابة. أهم شغلة يمكن هون تفادي الإصابة، من الأشياء اللي بتصير مع التقدم في العمر بتزيد نسبة تعرضنا للإصابات، والإصابات المشكلة أنه بتخرب كل الشغل اللي اشتغلناه قبل. إذا الشخص أصيب بإصابة، هالشي رح يمكن يمنعه عن الرياضة مستقبلا لفترات طويلة. فعشان هيك منع الإصابة عن طريق الإحماء الصحيح، التمارين التنقل الوظيفي، والمرونة، والثبات، والتوازن، هاي كلها أشياء بتساعدنا إيش إنه نستمر في الرياضة إلى فترات طويلة. طيب بس خليني مثلا أقول لك شيء، واحدة من الأشياء اللي كلنا بنقولها مثلا صراحة، إنه مثلا أوكي حتى لو بنسوي رياضة وكذا، بس بعدين مثلا نقول لك إنه يعني يا عمي ما أكيد ما حأصير زي رونالدو. يعني رونالدو عنده فريق كامل جالس يهتم فيه، إيش يأكل، إيش يعمل، إيش يسوي، متى يصحى، متى ينام، كل هذه التفاصيل، يعني إنه عنده منظومة كاملة. إحنا ما عمرنا حنقدر نصير كده، يعني يمكن ما راح نصير مثل رونالدو، بس بيقدر الواحد يصير يعني حسب الأهداف تبعه، حسب الأشياء اللي هو بده. لأنه تعرف يعني دكتور آدم يصنع. أنه حتى لما تجيب أنت يعني مثلا بيرسونال ترينر أو مدرب مخصص مثلا، برضو تكلفة عالية، يعني عارف، فيعني فاهم أنه اللجوء للمختصين، يعني قصدي فهمت عليكي. صحيح، ولكن العلم هلا يعني متوفر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي. بيقدر الواحد يدخل على يوتيوب يتعلم كيف يحسن لياقته القلبيه، القوه، المرونه، كل هاي الاشياء بتلاقي الاف النصائح عليها. طبعا في اختلاف وتفاوت بين هاي النصائح، انا من الناس اللي بحاول انشر هاي الاشياء على الانترنت. بس يمكن الفكره هون انه التفكير بهاي الطريقة المستقبلية على كيف نحسن أدائنا بالنواحي المختلفة للرياضة مش مقتصر فقط على الأولمبيين واللاعبين المحترفين. ممكن نستخدم هاي الأساليب بشكل مبسط في حياة كل واحد منا، ولازم أصلاً نعملها، لأنه هاي واحدة من القواعد الأساسية للصحة المستدامة مع العمر. في فرق بين النساء والرجال في هذا الموضوع؟ هل في أحد منهم بيحتاج شغل أكثر من الثاني؟ لا، وأنا بركز على هاي النقطة، إنه يعني ما في رياضة خاصة للنساء ورياضة خاصة للرجال. أنا ضد هذا النوع من التفكير. بالعكس، أشياء مثل اللي عادة يعني الناس اللي بيهتموا فيها بيكونوا أكثر مثلا رجال أو الشباب، هي أشياء مثل القوة، الكتلة العضلية، ما إلى ذلك. بالعكس، هاي الأشياء مهمة جدا للمرأة بقدر الرجل، ومهمة للكبار والصغار. طيب دكتور آدم، لو طلبت منك أن تعطيني نصيحة واحدة أساسية أنه يعني تكون شيخوختنا حلوة ولطيفة ونمشي فيها على رجولنا ونتمتع بحركتنا وكذا، مو ضروري ندخل ماراثون، ولكن نكون كده حلوين. أهم شغلة هي الرياضة بشكل عام، ويمكن عشان نكون أكثر يعني دقيقين، اللياقة القلبية التنفسية من واحدة من أهم
العلامات الصحية اللي بتتوقع عمر مديد، فالناس اللي عندهم لياقة صحية، لياقة قلبية تنفسية عالية بيعيشوا عمر طويل وبصحة جيدة. أنا هذه بدي أقعد اليوم أشتغل عليها، هذه اللياقة التنفسية القلبية بدي أقعد أفتش عنها وأجوجلها وأحط نقاط، لأنك عدتها كذا مرة في المقابلة، مهمة هذه يبدو. يمكن خلينا نعمل نعم. فقرة تانية نخصصها بس لهذه الرياضة القلبية التنفسية دكتور آدم، أكيد حسستني كده بأهميتها. على العموم مرة شكرا على وجودك معنا وإعطائك لنا شوية للأمل. كان معنا من لندن دكتور آدم بطاينة، طبيب مختص بتفاصيل تفادي الشيخوخة. طيب احنا ناقشنا الموضوع علميا يعني من وجهة نظر جسمانية وقدرات البني آدمين، لكن في جانب تاني كمان بيتم الحديث عنه كثير الآن في الأوساط الرياضية وهو علم التحليل الرياضي. فلو ألقيتوا نظرة على مختلف الرياضات في عصرنا هتلاقوا أنه في كثير أساطير سجلوا أرقام وإحصائيات وأداء ما تسجل من قبل، وكثار شاكين أنه يرجع يتسجل، وتحولوا الرياضيين هدول مو بس لأبطال في اللعبة لفترة بل لأيقونات. يعني في الأوساط الرياضية كثار بيقولوا أنه اللي ساعد الرياضيين هدول على تحقيق كل هذا تطور الأبحاث في الرياضة والتحليل والإحصائيات. فالعلم الآن بيحلل كل تفصيلة صغيرة وبالإحصائيات وبالورقة وبالقلم وكأنها حقيقة يعني هندسة. وتدريب الرياضيين ما عاد مثل زمان معتمد بس على مهارات المدرب ونظرته للموضوع، ولكن على حقائق مثبتة بأرقام وإحصائيات. فهل هذا التطور في التحليل للأداء الرياضي هو كمان من أسباب أنه الرياضة صار فيها نجوم بهذا الحجم يعني وبهذه الأهمية والقوة؟ تنضم إلينا الصحفية الرياضية ريم أبو الليل. أهلا فيك معنا ريم، إيش رأيك في هذا الموضوع؟ فعلا العلم خلاص تدخل وهو اللي صنع هذول الأساطير أو ساهم في صناعتهم؟ أعتقد طبعا دي حاجة مهمة جدا، وشايفة أنا مسافر بطولات التنس كلها، فلو خدنا رياضة التنس كمثال أنا شايفة موضوع الديتا والأناليتكس الإحصائيات الأرقام بقت مهمة جدا من المدربين، بس مش كل الناس مقتنعة بيها. بشوف ناس فعلا، بشوف مدربين بيحبوا كده جدا جدا، يعني مثلا مثال المدرب بتاع نايومي أوساكا اللي هي كانت رقم واحد على العالم وفازت ببطولات كبيرة، ويم في سات مثلا على طول قاعد ماسك تابلت وهي بتتمرن وهي في الماتش، وكمية المعلومات اللي بتجيله من التابلت دي. وحتى رابطة التنس للسيدات الـ WTA بقوا يدوا لكل المدربين الأوبشن ده، انه انت ممكن تبص على الديتا دي. الديتا دي بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم في حاجات دقيقه عمر ما الواحد كان يتخيلها. أيه. ان لو المنافسه اللي انت ضدك حاسه ان هي في نقطه صعبه قدامها، مثلا فرصه لكسر الارسال، يبقى اللي ضدها بتعمل ارسال بنسبه كام في الناحيه دي من الملعب وبنسبه كام. المدربين بجد عارفين حاجات زي دي وبيقولوها للعيبه بتاعتهم. اندي ماري مشهور جدا جدا البريطاني اللي هو كان رقم واحد على العالم ولسه معتزل في سن كبير جدا في سن 37، هو من اكتر الناس اللي من خدت موضوع الديتا ده وعنده داتابيز بتاعه، يعني هو نفسه كون المعلومات وحتى بقى في ناس صغيرين طالعين بريطانيين بيقولوا ان انت ساعدهم بده. أيوة. هو بيلاقي حد صغير فبيقول له تعالى بقى اقول لك المنافس بتاعك بيلعب بالطريقه الفلانيه والاحصائيات بتاعته كده. ففرقت جدا جدا، بس هي معلومات موجوده للصغير وللكبير وهو حسب مين الشخص اللي هيستفيد بيها اكتر. اوكي، بس يعني بعض الناس ممكن يقول لك انه طيب يعني مو شويه خرب الموضوع هذا اللعبه؟ انا بحس انه لا، لان هيفضل دايما العامل الهيومن، العامل الشخص نفسه بالسكيل بتاعته الموهبه بتاعته بقوته. لان احنا شفنا واحد زي كارلوس الكاراز، بصراحه اعتقد ان ما فيش اي ارقام او ديتا او احصائيات هتساعدك ضد واحد زي كارلوس الكاراز. ايوه، يعني ليه؟ لان في كذا عامل، في موهبه وفي قوه جسمانيه، وفي اهم حاجه انا بالنسبه لي اللي بشوفها في كل الرياضات، يعني اديتك التنس بس كمثال، انا ما غطيت رياضات كتير. أيوة. العامل الذهني هو اللي بالنسبه لي اللي بيفرق في كل حاجه. أيوة. فما اقدرش اقول ان الداتا هي اللي بوظت الرياضه، لا، لانه احنا حتى شفنا في ناس في الاولمبيات بيبقى مصنف رقم واحد على العالم ورجع من غير ميداليه.
معظم الوقت الفرق بيبقى قدر ذهنيا ان هو يتعامل صح. مع حجم الحاجه زي الاولمبيات، هو ده اللي بيفرق. يمكن واحد واحد زي اتفضلي اتفضلي وحد زي نوفاك جوكوفيتش، حد زي ليبرون جيمس، حد زي سيرينا ويليامز، حد زي تايجر وودز، كل الاسماء دي لو سالتيني بجد ايه الحاجه الكومن بينهم، مش هقول لك ان هم كانوا اقوى من غيرهم، ولا هم فعلا فعلا عندهم قوه ذهنيه منتاليتي انا ما وردتش عليا في حاجه، وما وردتش على اي حد قبل كده صح. زي مايكل جوردن زمان. فهي دي في الاخر هيفرق، وطبعا هيستخدموا كل حاجه عندهم يقدروا يكسبوا بيها، بس من غير القوه الذهنيه دي ما اعتقدش ان كانه هيبقى اساطير. هي على سيره هذه القوه الذهنيه اللي بتحكي عنها، حتى شفت قرات لميسي برضو بيقول انه مع العمر صرت اعرف احسب واشوف انا فين افضل اكون علشان احقق افضل نتيجه، فانه الموضوع صار بالنسبه له كمان حتى يعني ذهني، مو بس انه بيتصرف كده بس بالفطره. واحنا زي ما ذكرتي الكراز تحديدا يعني في مباراته امام جوكوفيتش، يعني واحد 21 سنه و 37 سنة، مين يتوقع أنه جوكوفيتش يفوز يعني في هذه المباراة ويحصل على الميدالية؟ طيب لو نرجع مثلا أنه في موضوع الدراسات أو الأرقام هذه، قد إيش ممكن الواحد فعليا يعتمد عليها مثلا خارج مثلا موضوع أنه الرياضات مثلا أو التنافسية؟ قصدك الداتا نفسها اللي ممكن الواحد يستفيد بيها؟ ايوه بصي طبعا هتفرق من رياضه لرياضه، لكن فعلا انا بشوف في ناس دارسه جدا جدا، حتى مثلا في السباحه لما حد بيتعامل مع سباق معين هو مش بس بيبص على نفسه انا هعمل ايه، لان السباحه الناس بتحس ان هم ضد الساعه تقريبا، لكن لا قصه تانية. هتنزلي مثلا حاجه زي المتنوع هتشوفي هتتعاملي مع كل جزء ازاي، وبتشوفي اللي ضدك بيتعامل مع كل جزء ازاي. انت هتسالي اي رياضي دلوقتي هيقولك انا بتفرج على كميه حاجات على يوتيوب للمنافس بتاعي قبل ما انزل الماتش او انزل المباراه. ففي حاجات كتير، وطبعا الرياضه عشان مختلفه جدا جدا. انا فاكرين الجول كيبر بتاع المغرب بونو لما جاي له ضربات الجزاء كان حاطط على الإزازة المية بتاعته كل لاعب جاي له بيشوط في أنهي ناحية أكتر، يعني البرسنتج بتاع أنه هيشوط على اليمين ولا الشمال، فكان قبل ما كل شوطة بتتشوط فيه كان بيبص على إزازة المية. في ناس كتير ما كانتش فاهمة ليه، أنه كان بيشوف اللي جاي لي ده أكتر البرسنتج بتاعه كذا، وفعلا صد وعرف يكسب المغرب. فهي في كل الرياضات هتلاقي ان الحاجات دي محسوبه والذكي هو اللي يستفيد بيها. ايوه صح، والذكي وزي ما ذكرتي القوه الذهنيه هذه، يعني فعلا وسط الضغط مين يقدر يتحمل هذا الضغط، يعني ضغط صعب جدا يعني. بس على العموم احنا بنشكرك على هذه المداخله، كانت معنا الصحفيه الرياضيه ريم ابو الليل، شكرا لك. الجزائر تدافع عن بطلتها إيمان خليف في مجلس الأمن الدولي بعد الفاصل. أهلا من جديد. إيمان خليف بطلة ملاكمة جزائرية مشاركة السنة في أولمبياد باريس، وتأهلت الثلاثاء إلى النهائي في وزنها. من اليوم الأول لمشاركة إيمان والجدل الكبير حوالينا، نحن من البداية متابعين معكم قصتها وقصة الحملة الشرسة اللي بتتعرض لها والاتهامات لها بأنها متحولة جنسيا. سبب الجدل مثل ما شرحت لكم من قبل أنه اتحاد الملاكمة الدولية سبق واستبعد إيمان ولاعبة تانية تايوانية من بطولة العالم، وقالوا أنه فحوصاتهم أثبتت أنهم رجال. عموما الاتحاد هذا نفسه اتضح بعدين أن اللجنة الأولمبية الدولية موقفينه عن العمل وبينهم صراعات أصلا. اللجنة الدولية داعمة لإيمان واقفة في صفها، لأنه لكن الاتحاد أو اتحاد الملاكمة مصر على موقفه، فصار في خلاف. المهم رئيس الاتحاد عاد، يعني هذا لازم نقول يعني نذكر نقطة مهمة عنه، انه هو روسي وانه هو كاره للثقافة الغربية اللي شايف انها هي بتحاول فرض مجتمع الميم على العالم. كثار حول العالم ترى بيتفقوا معه في هذه النقطة، بس الفكرة انه قرر ياخذ الموقف على حساب لاعبة اثبتت بالمستندات والصور وكل شيء انها انثى منذ ولادتها. يعني رئيس الاتحاد قلت لكم روسي، ويبدو انه روسيا حابة تدخل على خط الصراع اكثر. وفين كمان؟ في مجلس الأمن.
الدولي، تخيلوا أمس في اجتماع للمجلس ركز على المرأة والسلام، المندوب الروسي رمى كلام ضمني كده له علاقة بإيمان خليف وقصتها. Честно говоря, сложно воспринимать красивые слова и во многом правильные аргументы из уст наших западных коллег в условиях, когда на, по сути, монополизированных ими в ущерб международному олимпийскому движению Олимпийских играх в Париже женщины-боксеры публично подвергаются насилию со стороны атлетов, которые ранее провалили гормональный тест Международной федерации бокса и, по ее мнению, да и в соответствии со здравым смыслом, являются мужчинами. Это абсолютно отвратительное со всех точек зрения зрелище показывает, какой ущерб соблюдению прав женщин и их достоинству наносит настырно навязываемая Западом всему миру ЛГБТ-повестка. الجزائر اللي كانت حاضرة في الاجتماع ما عجبها أبداً التلميح هذا وقررت ترد عليه وصراحة، وأكدت مجدداً أن البطلة إيمان أنثى، واتهمت روسيا أنه لديها أجندة سياسية غامضة. استمعنا إلى إشارة ضمنية لكنها كانت موجهة بوضوح إلى رياضية بطلة من بلادي. أود أن أؤكد ما يلي: إن الملاكمة الشجاعة السيدة الآنسة إيمان خليف ولدت أنثى، عاشت طفولتها بنتا يافعة، مارست الرياضة كامرأة بكامل المقاييس، وأؤكد هنا لا يوجد أدنى شك حول ذلك إلا من له أجندة سياسية لا ندري مقاصدها. في الأخير أكتفي بإحالة الجميع إلى اللجنة الأولمبية الدولية نفسها، والتي بكامل الوضوح وبشهادتها التي تقسم ظهر كل مشكك في بطلتنا الشجاعة الأبية حفيدة النساء الجزائريات الحرائر لبلدي. طبعا ما لازم ننسى أن روسيا من مصلحتها مهاجمة الأولمبياد ولجنته، مو بس عشان رئيس اتحاد الملاكمة روسي، لكن لأنها كمان مبعدة عن كل الأنشطة الرياضية الدولية بما فيها الأولمبياد، ورياضييها بيشاركوا لكن تحت علم اللجنة الأولمبية الدولية مو علم روسيا. عموما من ناحيتنا بتفاعلكم بنحيي إيمان وإنجازها ونتمنى لها التوفيق في النهائي غدا إن شاء الله. توم كريغ لاعب هوكي يعني استرالي مشارك مع فريق بلاده في اولمبياد باريس، واخباره اليومين الماضيه شاغله الاستراليين والعالم يعني، بس الحقيقه السبب مو انجاز اولمبي او رياضي وانما فضيحه للاسف يعني. فاللاعب اللي عمره 28 سنه انقبض عليه وهو بيشتري كوكايين في احد شوارع باريس، لا وانتشرت صوره كمان له خلال الاعتقال وهو جالس على الارض في الشارع ويده وراء ظهره. الادعاء العام الفرنسي أكد خبر القبض عليه وعلى البياع اللي عمره 17 سنة، بس طبعا ما أعلن اسم اللاعب، لكن اللجنة الأولمبية الأسترالية أكدت الخبر وكشفت اسمه، وبعد ما قضى ليلة في السجن أفرج عنه بدون كفالة أو توجيه أي اتهام، ووجه أولى كلماته كمان بعد ما طلع وكان واضح عليه التوتر والحالة النفسية الصعبة. I'd firstly like to apologize for what has occurred over the past 24 hours. I made a terrible mistake. I take full responsibility for my actions. My actions are my own and by no way reflect the values of my family, my teammates, my friends, my sport, and the Australian Olympic team. I've embarrassed you all. I'm truly sorry. اللاعب اعتذر، بس اللي موقفهم لافت حقيقة هم اللجنة الأولمبية اللي دعمت لاعبها ووقفت معه وقالت أنه هو شخص جيد لكن أخذ قرار سيء وأخطأ وحيتحمل نتيجة خطأه، وقالوا أنه حيقدموا له المساعدة لو احتاجها، وأكدوا أنه ترك القرية الأولمبية وحيرجع للبلاد وما حيشارك في حفل الختام. وقالت اللجنة كمان أنه اللي عملوا كان برا جو وبيئة الفريق، فهم نفسهم ما حيعاقبوا.
ترامب لما اختار نائب له يبدو أنه حاول يختار أحد مو قريب منه بس في الأفكار والمبادئ والتوجه، لا كمان في الشخصية وقصف الجبهات. خليني بس أقول لكم ليش أنا بقول لكم هذا الكلام. أمس وصلت طيارة إير فورس 2 إلى مطار ويسكونسن، عليها هاريس والمرشح لمنصب نائبها تيم وولز. للعلم طبعا إير فورس 2 هو اسم طائرة نائب الرئيس الأمريكي، والرئيس طائرته اسمها إير فورس 1. هاريس مرشح للرئاسة الآن، لكن منصبها الحالي لسه نائبة الرئيس، وبالتالي إير فورس 2 لسه طيارتها المستخدمة. أمس وصلت هي وشريكها في الحملة وولز إلى ويسكونسن، والكاميرات كانت واقفة وصورت وصولهم، وفي استقبالهم كان في فتيات كشافة استقبلوهم وتصوروا معاهم وتكلموا معاهم سريعا كده. ومثل ما أنتم شايفين بعد السلام والصور هاريس وولز مشيوا على طول، وما وقفوا يكلموا الصحفيين اللي مستنينهم أو يجاوبوا على أسئلتهم. يعني جالسين الآن مثلا هنا في هذه الصورة زي ما احنا شايفين بتصوروا مع الكشافة، وبعدين وهنا طبعا هذه كانت الصور الوصول الأساسية. بعدها المهم على طول إيش صار، صادف وصول المرشح لمنصب نائب ترامب فانس للولاية، وطيارته وقفت على المدرج جنب طيارة هاريس. فانس كمان أكيد كان في صحافة بتستناه وكاميرات بتصوره، وبعد ما نزل السلالم وماشي المفروض للسيارة لف من وراء السيارة ومشي لبعيد لناحية طيارة إير فورس 2. وحتى لو بتشوفوا في هذه الحالة هو بدأ يتحرك والأمن طبعاً بيتحرك معاه، وصاروا الصحفيين اللي معاه صاروا بيقولوا وبيتسألوا هل نقدر نلحقه هل نقدر نلحقه، عشان برضو يشوفوا إيش رايح هو يسوي في الناحية الثانية، برضو تصرف يعني مفاجئ بالنسبة لهم. المهم لما نوصل هناك تفاجأوا في الصحفيين اللي كانوا مستنين كلام من هاريس، فرح قام هو وجه لهم كلمة. I also thought you guys might get lonely because the vice president doesn't answer questions from reporters and hasn't for 17 days. Have they given you guys an explanation for why she won't take questions from reporters? No? Nobody? Okay, great. Well, I hope that you changed your mind because it'd be good for the American people, and I think it'd be good for you all if she actually ran a real campaign instead of one from a basement with a teleprompter. So have a good one, guys. See ya. What would you like to hear from her? لا يعني بيحشيهم عليها، يعني قلت لكم كده حركات ترامب. فانس قال انه راح لعند اير فورس 2 عشان يتفقد الطياره اللي كمان كم شهر حتصير طيارته، على اعتبار انه هو حيصير يعني نائب الرئيس، وقال لهم كنت مستني اشوف هاريس واسالها ليه ما كلمتي الصحافه للان، بس ما لحقت عليها، شكلها كانت بتجري تهرب على السريع. ولما خلص من عند الصحفيين اللي عند طيارتها رجع لعند طيارته ووجه كلمه للصحفيين اللي مستنيينه هناك وجاوب على اسئلتهم كمان. I just wanted to check out my future plane, but I also wanted to go say hello to the vice president and ask her why Kamala Harris refuses, why does she refuse to answer questions from the media? And I also thought that the press gaggle following her might get a little lonely. I at least have enough respect for you all and for the American people you report to come and talk to you and to answer some questions. And so I thought her reporters might actually benefit from that as well. So had a little bit of fun. I don't think the vice president waved at me as she drove away, but I'm glad to have done it, and I'm glad to be here in Wisconsin actually trying to persuade people to vote for us as opposed to just giving another scripted speech. Questions? You did see the vice president. I saw her car. I did not see the vice president. The windows are tinted. Did you get to speak with her? I did not speak to her. No, I think she was trying to get the hell out of there as quickly as possible, but I did speak to a lot of the press gaggle following her. معنا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي، أهلا فيك معنا يا نادية. يعني الانتخابات دي كلها أكشن، بس الحركات هذه يعني حركات ترامبية بامتياز، يعني فيبدو أنه فانس يعني برضو داخل بنفس الأسلوب. يعني أكيد سارة، خليني بس أعطيكي نقطتين إليك ولا جيدي فانس. أولا جيدي فانس عم بقول إنه بده يشوف هالطائرة الرئاسية اللي إير فورس 2 لأنه ممكن تكون طيارته خلال أشهر. طبعا تعرف أنا كجزء من تغطية الصحفيين البيت الأبيض صح. فبالروتيشن بكون مع نائب الرئيس على هذه الطيارة بالتحديد. أيوه. حابة أقول له لجيدي فانس إنه هاي الطيارة حكومية وتعبانة
مش مريحة على الإطلاق أساسا. إذا هو بده يصير نائب رئيس لازم يكون فيها تجديد لهذه الطيارة الحقيقة. وكل مرة هي تقريبا Air Force 2 اللي أنا طبعا سافرت أكثر من مرة مع نائب الرئيس بما فيهم مايك بينس بالسابق، لكن مع كاملا هاريس بالتحديد مرتين، في آخر مرة كانت بلندن ومؤتمر ميونخ للأمن. فبالتالي الطيارة نفسها ما فيها شيء مريح أو لكشوريوس. فإذا هو حابب يعرف كيف شكل الطيارة ويتفقدها، أنا بدي أقول له الخبر قبل ما يوصل له. قبل ما ينتظر في كلمة استخدمها والتس قبل ما ينتظر، في كلمة استخدمها وولز اللي هو طبعا مرشح لنائب الرئاسة، وأصبحت الآن يعني صارت سلوغن في بالنسبة زي شعار يعني، وهي كلمة weird، شعار، هي شعار، كلمة weird شيء غريب weird. فبقول إنه حملة ترامب is weird، فصار الكلمة يستخدمها في الحملات الانتخابية ومشوفها بالمهرجانات الانتخابية. فوجود جي دي فانس على المدرج، خروجه من الطيارة، ملاحقته لكاميلا هاريس وللصحفيين لأنه أول شيء بده يتفقد الطيارة، وتاني شيء لأنه بده يقولها ليه عم تحكي مع الصحفيين، هي ويرد يعني شيء غريب الحقيقة. لتصرف غير منتظر من نائب الرئيس. ومن هنا هو سيكون يعني أكيد مادة كافية لساتردي نايت لايف وغيرها لاستخدامها في البرامج الساخرة هذه اللي في أمريكا يعني عادة. أكيد أكيد. إيه بس ما تعتقدي أنه كمان بهذه التصرفات أكيد ممكن نوعا ما بيكون بيجذب فئة معينة بتشوفوا أنه والله يعني بيتصرف بطريقة عادية يعني عفوية كده؟ لا أعتقد، لا أعتقد. وخصوصا أنه هو عم بقول أنه هو بده يقنعها أنه ليه ما بتحكي مع الصحفيين. وعلى فكرة نقطة تانية نسيت أقول لك إياها، لما بنكون على الطائرة Air Force 2 مع نائب الرئيس عادة أو على قليلة مع كاميلا هاريس بالتحديد، ليس دفاع عنها، لكن في كل مرة كان هناك مقابلات صحفية معنا بنكون 4 أو 5 صحفيين بس، بتحكي off the record 20-25 دقيقة أو 30 دقيقة. أوكي. 30 دقيقة off the record بكون أحيانا أفضل للصحفي من التصريحات العلنية. أيوة، بتعطيكم تفاصيل وكذا غير مسموح بها. أيوة، غير مسموح بها للنشر. صحيح. ولكن صحيح بتحطكم في أجواء مهمة جدا في التفاصيل. أيوة. تماما. طب بس نادية، لما يكون كمان عندك يعني مرشح للرئاسة بهذا الشكل أو مرشح لنائب الرئاسة بهذا الشكل، كصحفيين قديش أسهل التعامل معهم؟ هل هم بس هذا الشكل بيعملوه ولا لا فعلا تقدري تاخدي وتدي معهم يعني بدي الكواليس حقت هذه الأمور؟ لا ممكن، لأنه هو جي دي فانس هو طبعا بده يعكس الشخصية الشعبية اللي ممكن لأي صحفي أنه يحكي معه. وعلى فكرة بس تبدأ الحملات الانتخابية سواء كان الرئيس نائب الرئيس أو المرشح للحزب الثاني تماما، بيكون في مجموعة اسمها بول ريبورترز، هدول الصحفيين بيكونوا بس وظيفتهم أنهم يسافروا مع نائب الرئيس في كل الحملات الانتخابية. أيوه. وكاميلا هاريس موجود مع هدول الصحفيين طول الوقت وموجود مع جي دي فانس. بس جي دي فانس المشكلة تبعته يعني مشكلته هلا حاليا، عم بخبط الفصحى مع العامية مع الانجليزي، مشكلته هلا انه في تصريح كان سابق له لما صور النساء اللي سمرهم بانه اذا ما عندهم اطفال وما بينجبوا بس بحبوا يعتنوا بالقطط، انهم هدول هم الحزب الديمقراطي، هدول الناس اللي ما عندهم تصور يعني للاسره او الترابط الاسري او الى اخره. فاثار كثير من الجدل بتصريحاته. صح. فاحيانا اوفر اكسبوزين هيم، بمعنى انه اذا طول الوقت مع الصحفيين ببطل كمان له القيمه، يعني بالنهايه في مكانه في مسافه معينه ما بين الرئيس او نائب الرئيس وما بين الصحفيين. يعني ما لازم يكون فاميلياريتي بيننا وبينهم، اي لما يعني لازم كده تطيح الميانه زي ما بنقول بالعام يعني. طب صحيح. بس نادية، طب في نفس الوقت عندنا هذا النموذج وعندنا كمالة اللي كل الأحد بيحط عليها علامة استفهام، ليش إلين الآن ما تكلمت مع الصحافة وكل كلامها بيقولوا إنه مكتوب ومزبط؟ صح صح، هي بتتفادى حاليا إنها تحكي مع الصحفيين لأنه بدايتها كانت سيئة. يعني عملت أول مقابلة لما كانت نائبة الرئيس وكان أوكل إليها ملف الهجرة، وسألها كانت مع ليستر هولت من NBC، سألها إنه
لماذا لم تذهب إلى الحدود حتى الآن؟ فما عرفت تجاوب، فقالت له أنه طبعا أنا ما رحت على أوروبا لحد هلا، يعني الجواب ما كان موفق الحقيقة أبدا. فهي هم خايفين الحملة تبعتها أنه هلا الوقت كتير قصير بين هلا وبين انتخابات 90 يوم، وبالتالي هي بدأت تركز على الصورة الأكبر. الصورة الأكبر هو الناخب الأمريكي مش الصحافة الأمريكية. بتحاول أنها تتفادى أنه يكون أي لقاء أو أي حوار، وإن شاء الله بكون لنا كمان حوار معها قريب، يعني وعدوني إن شاء الله قريب. بس بغض النظر انه حاليا الفريق تبعها والحمله هي اللي بتقرر، مش هي نفسها اللي بتقرر. هم خايفين انه اي ربما لقاء صحفي ما بينها وبين، يعني 1 اون 1 بينها وبين صحفي تاني، ممكن انه يطلع شيء يسبب مشاكل لها. ايوه، ولانه الوقت كتير ضيق وقصير، فهي بدها تركز على الناخب الامريكي. عندها هلا حماس بشكل رهيب. صح. بالنسبه للمهرجانات الانتخابيه امبارح كانت بميشيغان. الاف وعشرات الالاف من الاشخاص. صح، كان المشهد كنا نشوفهم مع بايدن. صح. بايدن 1000 أو 2000، مشهد يعني خرافي. كان مشهد كبير وكانه يعني حفل، كانه كان حفل غنائي. بشكرك على وجودك معنا نادية، كانت معنا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بالبي سي. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، في أمان الله.